نشكر زيارة قناة الموصلية الموقرة إلى مجمع مخازن بازواية في وزارة التجارة في محافظة نينوى، ومثل ما شاهدتم وصورتم ورأيتم الشاحنات التي تقوم بالتفريغ، حيث يوجد لدينا الآن خزين لمدة شهرين، وأن وزارة التجارة مهتمة بمحافظة نينوى اهتمام كبير عن باقي المحافظات. واليوم يتم تفريغ الشاحنات في الجانب الأيسر، وهناك تفريغ أيضا للشاحنات في الجانب الأيمن. وبدورنا وباسمي وباسم موظفي وزارة التجارة في محافظة نينوى، نقدم الشكر والتقدير لمعالي وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العام المحترم، والسادة المدراء العامين، كل المدير العام الغذائية مهندس قاسم محمود منصور المحترم، والسادة المسؤولين بالوزارة الكادر المتقدم. وشكر أيضا للسيد محافظ نينوى لاستجابته السريعة مع السيد معاون المحافظ محمد عبد الحميد الراوي على يعني استلام قاعات من صندوق اعمار محافظه نينوى بالشركه المنفذه شركه نهل السلسبيل في مطاحن التابعه لمطاحن نينوى، وتم تفريغ الشاحنات ما يقارب 100 شاحنه في الجانب الايمن و90 شاحنه في الجانب الايسر. ونود ان نطمئن اهلنا في محافظه نينوى والمواطن الموصلي الكريم بانه يوجد لدينا خزين، والان يوجد لدينا قطع حصه شهر ايلول لعام 2019. ومساء امس كان هناك اجتماع لهيئه الرأي في وزاره التجاره، حيث اصبحت الحصه التوميميه محافظه نينوى 8 حصص، يعني 8 اشهر، والطحين 10 اشهر. فان شاء الله الامور تبشر بخير، وموظفي وزاره التجاره في محافظه نينوى يعملون على قدم وساق لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوكلاء. ونشكر الوكلاء المواد الغذائيه وناقلي مفردات البطاقه التومينيه في محافظه نينوى واستجابتهم السريعه ووصولهم الى المخازن لنقل لغرض نقل ماده السكر وماده الزيت الى محلات الوكلاء. وهذا يعتبر يعني يعتبر هناك تنسيق مع الناقلين والوكلاء واستجابه سريعه لغرض سحب المواد من المخازن الى محلات الوكلاء. الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لديها مفردات هي السكر وزيت الطعام. النوعية شركة الاتحاد منتج وطني من يأتينا من شركة الاتحاد صناعات الغذائية محدودة في محافظة بابل. وكان هناك توقف للشاحنات، نود أن نذكر توقف للشاحنات ما يقارب 9 أيام إلى 10 أيام، وتم التوجه إلى السيد قائد عمليات نينوى مشكورا إلى أن حمولات الشاحنات كانت أكثر من 60 طن. ومثل ما تعرفون أن جسور لا تعبر الشاحنات التي حمولتها أكثر من 40 طن، إلا أن استجابة المسؤولين بالمحافظة تم فتح قاعات في الجانب الأيمن، وتم تفريغ 100 شاحنة في قاعات صندوق الإعمار.